يتحمل المشرف. منذ 4 أيام وأماليا أبي صالح الممثلة التي أحبها اللبنانيون ودخلت قلوبهم من دون استئذان تقبع في العناية الفائقة في مستشفى بهمن في بيروت. وضع أماليا دقيق جدا وهي تعاني من الإصابة بفيروس إلى جانب مشاكل صحية أخرى. هي شبه فاقدة لوعيها ونقابة الممثلين تتابع وضعها بقدر ما تستطيع. واليوم الصبح بكير توجه أبو سليم على المستشفى تنطمن حالتها. وضع صعب، موجودة بغرفة العناية الفائقة، مش بالكوما مثل ما تناولت بعض وسائل الإعلام، بس حسب ما فهمنا من المستشفى هني مخدرين قصد لأنه عبتنا وجع كتير. كان أبي ضمن إمكاناتنا المتوفرة نحن حطينا نفسنا حد عائلتها، واليوم بالذات مشكورا اتصل فيي شخصيا وزير الثقافة معالي المهندس جابي ليون وقال لي نحن حدكم كوزارة شو فينا نعمل. وضع أماليا أبي صالح يعيد إلى الواجهة الأسئلة عن مصير الفنانين في كبرهم وواجبات الدولة تجاههم. كان لنا أمل أو توجه إنشاء صندوق تعاضد موحد للفنانين الذي يتولى مباشرة أداء واجب الوقوف إلى جانب الفنان في الحالات المرضية وفي الحالات المأساوية. هذا الصندوق يلي أقر بقانون من 2008 وأعلن معالي وزير الثقافة جابي ليون العمل فيه بدءا من شي سنة وكم شهر، للأسف متعثر جدا اليوم لأنه وزارة المالية ما بتقدر تجبي ما يمول هذا الصندوق وهي ضريبة 10% على عقود الفنانين الأجانب. هذا جبته من عند بي من المحل. ليش بيك ببيع ملابس جاهزة؟ لا بي ببيع بلات عتيقة. ها؟ ايه والله دكتور مع مين؟ نعم ولا اقعد معه. عائلة أماليا فضلت عدم التحدث للإعلام وأوضحت أنها مسجلة في الضمان الاجتماعي وتتلقى العلاج على نفقته، طالبة من الجمهور ومحبيها الصلاة من أجل شفائها وعودتها إلى الفن والتمثيل، وهي التي أعطت هذا المجال الكثير.